جامعة القدس لما على كانت حين سانحة متقدمة من إسهامها التطويري المضطرد، طور باحثون في جامعة القدس تقنية طبية حديثة عدت نقلة نوعية على مستوى التخفيف من الآثار الجانبية لعلاج مرض السرطان. حدث قدمت بين يديه الجامعة المحتضنة عبر بيان صحفي ورقة توضيح بينت من خلالها أن تقنيتها الجديدة تتمثل في استهداف الخلايا السرطانية بومضات كهربائية تعمل على حرق الأنسجة المصابة دون المساس بالأوعية الدموية والقنوات والأنسجة الخارجية للمريض، وبالتالي رفع مستوى إعادة البناء بالتي هي أحسن وأسرع. الدكتور محمد حجوج الباحث المشارك من دائرة التطوير الطبي بكلية المهن الصحية في الجامعة بيّن أن نقطة الإضافة النوعية في التقنية اختلافها عن العلاج الحالي لمرضى السرطان المعتمد على الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة، إضافة إلى مجموعة من الطرق التي تستخدم عملية حرق الأنسجة المصابة والسليمة أيضاً، ما يعني تعرض المريض لآثار جانبية كبيرة لا يجب استهدافها، مضيفاً أن التقنية الفلسطينية الحديثة أثبتت نجاحها بعدم ظهور أي أعراض جانبية لها، وذلك بتطبيقها على 500 حالة من مرضى سرطان البروستاتا في ألمانيا، مضيفاً أن العلاج يمتاز بوقته القصير الذي يستطيع بعده المريض ممارسة حياته اليومية دون أضرار تذكر. الفتح الصحي عنوان الخبر، نهره رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك بإمضاء تصريح كشف فيه عن تصميم الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية على الاستثمار في البحث العلمي لا سيما في المجالات الطبية والعلاجية، مردفاً أن الإنتاج البحثي هو المعيار الأساس الذي يميز الجامعات من حيث جودة مضمونها ومستواها التعليمي والأكاديمي. قمن بالذكر أن مرض السرطان الذي يصنف دولياً ثاني مسبب للوفاة في العالم يتصدر إقليم الشرق الأوسط قائمة أعلى المناطق الجغرافية إصابة به وفق مؤشر المعدلات العالمية المعتمد لدى اتحاد الأطباء العرب، بينما يشكل حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ثاني أسباب الوفاة في فلسطين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة قدرت رسمياً ب 13.3% من مجموع الوفيات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.